السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. طبعا في محاضرة اليوم راح نستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة اللي كان عبارة عن موضوع الفيرشواليزيشن. طبعا نستذكر ما أخذناه في المحاضرة السابقة. إيش الذي أخذناه؟ الذي أخذناه كان عبارة عن تاريخ الفيرشواليزيشن ومتابعة الفيرشواليزيشن، وعرفنا أن الفيرشواليزيشن ليست تقنية، هي تقنية ما زالت موجودة ولكن ليست حديثة، فهي ظهرت في الستينات، وعرفنا من الشركة المطورة هي شركة IBM، التي كانت تمتلك سوبر كمبيوتر IBM 7044. وتكلمنا عن تعريف الفيرشواليزيشن، وعرفنا ما هو الغرض منها، وكذلك عرفنا أركيتكشر الكمبيوتر سيستم before and after virtualization، عرفنا في الترديشنال كيف كانت وبعد الفيرشواليزيشن كيف أصبحت، وعرفنا الوظيفة الأساسية لطبقات الفيرشواليزيشن لاير. أيضا تدرجنا إلى هذا المثال اللي بيتكلم عن الفيزيكال انفراستراكشر، وعرفنا الفيزيكال انفراستراكشر وما هي المميزات والعيوب، ومن ثم إلى الفيرشوال انفراستراكشر وكيف أن الفيرشواليزيشن كان لنا التكلفة وزادت في السرعة وزادت في الأداء وما إلى ذلك. وعرفنا أن الفيرشواليزيشن تؤدي إلى إيش؟ إلى increases للهاردوير utilization، استغلال أكثر للموارد. وعرفنا البروبرتيز الأساسية للفيرشوال ماشين، مثلا ممكن نقسم نشغل أكثر من نظام تشغيل على الفيزيكال ماشين. أيضا مثلا نقسم الريسورس بين الفيرشوال ماشين، وعرفنا ما هي الموتيفيشنز لاستخدام مثل هذه التقنية وشرحناها كامل، وعرفنا مفهوم الهاي افيلابيلتي باستخدام الميجريشن في هذا الشكل، وعرفنا في معنى هاي افيلابيلتي باستخدام اشياء كثيرة من ضمنها ايضا اللي هي الريبليكيشن، وعرفنا مكونات الفيرشواليزيشن انفيرمنت اللي هي عبارة عن ثلاثة: الجست والهوست والفيرشواليزيشن لاير. وتعرفنا على الريفرنس موديل، عرفنا أن هناك عدة مستويات لتنفيذ الـ Virtualization Implementation اللي تكون من طبقة الـ Hardware إلى طبقة الـ Application أو لما تسمى طبقة الـ Software، في خمسة مستويات اللي هي عبارة عن الـ Application والـ Library والـ Operating System والـ Hardware والـ Ethernet. وعرفنا كل مفهوم كل واحدة كيف تتم عملية الـ Virtualization لهذه الـ Ethernet. طبعاً وشفنا هذا الماتريكس، وقلنا هذا الجدول مش مهم أو بالضرر أنك تحفظ هذا الجدول فقط للمطلع فقط. وقفنا، كانت آخر نقطة وقفنا عندها في المحاضرة السابقة كانت عبارة عن الهايبرفيزور. تقريباً الهايبرفيزور تدرجنا في المحاضرات السابقة بشكل سريع جداً، وأيضاً في في بداية هذه المحاضرة اللي كانت عبارة عن جزء الشفتر تبع الفيرشواليزيشن، وقلنا طبقة الفيرشواليزيشن لاير هي بصورة عامة تسمى فيرشواليزيشن لاير، ولكن هي تسمى هايبرفيزر أو في ان ان. طيب ما هو الهايبرفيزر؟ ما هو الهايبرفيزر؟ الهايبرفيزر ممكن نسميه في ام ام. ايش اختصار الفي ام ام؟ الفي ام ام هو عبارة عن فيرشوال ماشين Virtual Machine Manager. إذا ممكن نقول Hypervisor، ممكن نقول PMM. PMM اختصار Virtual Machine Manager. طيب ما هو الهايبرفايزر؟ الهايبرفايزر أو PMM هو عبارة عن البروجرام that allow multiple operating system to share single hardware host، هو الذي بيسمح لتشغيل أكثر من نظام تشغيل لتتشارك من؟ تتشارك الريسورس حق من؟ حق الهاردوير للهوست الحقيقي. لاحظوا هنا مكتوب each operating system appears to have the host processor memory and other resources all to itself. إذا كل نظام تشغيل بيمتلك بروسيسور، بيمتلك ميموري، بيمتلك ريسورس. هذا الريسورس هي عبارة عن فيرشوال. من فين جاءت هذه الريسورس؟ من الهوست. الهوست فيزيكال، الهوست هاردوير. How far the hypervisor is actually
controlling the host processor and resource, allocating what is needed to each operating system in turn, and making sure that the guest operating system called virtual machine can't draft each edge off. شو معنى هذا الكلام؟ بيقول لي الهايبر فايزر هو الذي بيعمل عملية تحكم للريسورس حق اللي هي الفيزيكال وتوزيعها على من؟ على الفيرشوال ماشين. طيب على اي اساس؟ قلنا على نظام التشغيل لما بنزل السفن مش هو بيختار، قلنا الريسورس المطلوبة للمينيموم ريكويرمنت من دو السفن. طيب من المسؤول عن تحديد الريكويرمنت المطلوبة والموارد المطلوبة من الفيزيكال ماشين؟ اللي هو الهايبر فايزر. نزلت ويندوز سيرفر فرضا 2016 على فيرتشوال ماشين. طيب مش الان ويندوز هذا يحتاج ريسورس، يحتاج ميموري، يحتاج معالج، يحتاج هاردوير. طيب من فين بيستقطعها؟ من فيزيكال هاردوير. طيب من المسؤول عن تحديد ما هي المينيمم ريكويرمنت لهذا الويندوز؟ هو الفي ام ام. هذا بيقول لك انه بيفعل عمليه ايش؟ تحكم لهذه الريسورس، ولا يمكن تتداخل مع بعضها البعض. ايش يعني يمكن تتداخل مع بعضها البعض؟ فرضا هذا تم حجز ريسورس معينة، لا يمكن ان هذا الريسورس لهذا الديفايس او الفيرتشوال ماشين تتداخل مع هذه الريسورس او تتداخل مع هذه الريسورس. طيب من المتحكم؟ من اللي يفعل عملية كنترولينج لهذه الريسورس؟ هو الهايبر، هي طبقة الهايبر فايزر، هي طبقة الفيرشواليزيشن لير. هو عبارة عن VMM، هو الذي بيقوم بعملية التحكم لهذه الريسورس على الفيرشوال ماشين. يعني الآن حجزتها أنا الرام واحد، أنا اثنين، هذا حجزتها فرضا أربعة. من فين حجزتها؟ حجزتها من اللي هي الفيزيكال رام. الفيزيكال رام كم تبقى معنا؟ فرضا لو تكون أنا ثمانية، أنا كم حجزنا؟ أربعة، ستة، سبعة، بقي هنا إيش؟ واحد، وهنا كم؟ سبعة. طيب من اللي بيتحكم؟ هذا حقه أربعة وهذا اثنين وهذا واحد. لا يمكن أن تتداخل الريسورس حق فيرتشوال ماشين مع الأخرى. اللي يفعل عملية التحكم هو الهايبر فايزر. كل الريسورس اللي حجزت لهذا الفيرتشوال ماشين أو المكنة الوهمية لا يمكن أن تتداخل مع جهاز آخر. إذا الهايبر فايزر it is implemented as the layer between real hardware and traditional OS. لاحظوا إيش مكتوب هنا؟ هي عبارة عن layer بتكون بين من؟ بين الهاردوير وبين من؟ التراديشنال OS. يعني مفروض هنا صح ولا لا؟ على ما هو مكتوب، على ما هو مكتوب يعني معناته هنا إنها layer ما بين الهاردوير والتراديشنال. إيش معنى التراديشنال؟ اللي هي الهوست أوبريتنج سيستم. طيب نلاحظ هنا بالرسمة أو بالشكل إن الهايبر فايزر لا، فوق طبقة الأوبريتنج سيستم، أبف أوبريتنج سيستم لاير. هذا الكلام صحيح وهذا الرسمة برضو صحيحة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه في معانا نوعين من الهايبر فايزر. في معانا الهايبر فايزر هو فعلا بتكون لاير ما بين الريال هاردوير اند تراديشنال او اس. في معانا نوع اخر هو عبارة عن implemented above operating system. هذا الكلام اللي احنا جالسين نشرحه في السلايد الاول اللي هي الفي ام ام ريكويرمنتس، طلبات الفي ام ام. من الأبد ما زودنا بين فيرمنت، يعني تفعل عملية بتكون بتفعل لنا عملية مانج للفيرشوال ماشين، فبالتالي بتوفر لنا ايدنتيكال يعني تماثل لمن؟ للأوريجينال ماشين. بروجرامز ران ذا انفيرمنت شود شو ذا ورست مينر ديكريز ذا سبيد. الفي ام ام ايضا شود بي ايش؟ كومبليت كنترول اوف ذا سيستم ريسورس، هو الذي يمتلك التحكم الكامل للسيستم ريسورس. فبالتالي اي بروجرام بينفذ تحت الفي ام ام شولد ايش؟ اكسبكتد فانكشنال ايدنتيكال واتش ات از ران تو ذا اوريجينال
ماشين دايركتلي، يعني اي حاجه بتتنفذ بنفذها مباشره الى الماشين الاصليه. هذا اللي شرحناه سابقا. طيب الـ PMM resource control نفس الكلام، بيقول لي الـ PMM أو الهايبرفايزر هو المسؤول عن عملية اللوكيتنج، تحديد الهاردوير ريسورس فور ايش بروجرام. يعني أنا البرنامج هذا كان محتاج ريسورس، هذا البرنامج كان محتاج ريسورس، ما الذي بيحدده؟ بيحدده الـ PMM على الـ virtual machine على الجس. It is not possible to program to access any resource not explicitly allocated. لا يمكن ان برنامج يوصل الى ريسورس ليست مخصصة له، او يوصل الى ريسورس ليست على نفس الفيرشوال ماشين، يكون على عملية اسلويت عزل كامل كل ماشين والريسورس حقها على الماشين الاخرى. لا يمكن ان هذا الابليكيشن ياخذ ريسورس ليست مخصصة له. طيب ما الذي بيتحكم بهذا الشيء؟ من اللي يفعل عملية الكنترول؟ وعبارة عن الـ PMM. إذن أيضاً it is possible under creation for PM to region control for resource already ايش allocated، بيتم ايش تحت الريسورس اللي تم تحديدها من قبل الـ PMM ما بتكونش out region. معانا type hypervisor. إذن الـ hypervisor هو عبارة عندنا عدة أنواع، وهذا مهم جداً. وفيش في الاختبار النهائي ضروري سؤال بيكون من يعني 100% في سؤال من التايب اوف هايبرفايزر، سواء كان اذكر او كان صح وغلط او كان اكمل. فبالتالي افهم ما هو انواعه وميز بينهم، ما تتبشش بينهم، لانه في سؤال داخل في الاختبار. معانا الهايبرفايزر في معانا نوعين، معانا تايب 1 ومعانا تايب 2. فمعانا تايب 1 ومعانا تايب 2. اذا لو قلت عدد تايب اوف هايبرفايزر تكتب لي تايب 1 اند تايب 2. طبعا تايب 1 بيسمى البار ميتر، تايب 2 يسمى ايش هوستد. اذا كم انواعه؟ تايب 1 تايب 2. النوع التايب 1 بيسمى هوستد، طبعا غلط، بيسمى بار ميتر. التايب 2 الذي هو عبارة عن الهوست. طيب ايش الفرق بين هايبر فايزر تايب 1 وهايبر فايزر تايب 2؟ لاحظوا ان تايب 1 sits in the bar meter computer hardware. اذا بيتم وضعه على ايش؟ إيش معنى البارميتر؟ البارميتر زي ما تقول يعني وضع على الحديدة، وضع على الهاردوير مباشرة، ما فيش أي طبقة تفصلها عن الهاردوير. إيش الهاردوير؟ السي بي يو والنومر. بينما التايب 2 دو نوت رن أوفر ذا بارميتر هاردوير، ما بيتمش تنفيذه على الهاردوير مباشرة، بات ولكن they run over the host operating system. إذا التايب 1 بيتم وضعه أو تنفيذه مباشرة على الهاردوير، على الفيزيكال هاردوير، على الهوست هاردوير، بتم بيسمى البار ميتر على الحقيقة تم وضعه على طبقة الهاردوير مباشرة. طيب النوع الثاني ما بيتمش تنفيذه زي النوع الأول مباشرة على الهاردوير، ولكن على الهوست اوبريتنج سيستم، على نظام التشغيل. طيب في تايب 1 all the guest operating system are layer above the hypervisor. So the hypervisor is the first layer over the hardware. ايش معنى هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام معنات هذا الكلام، هذا هو الجهاز موجود معانا، هذا هي طبقة الهاردوير. يقول لي الهايبرفايزر بيكون مباشرة
The first layer over the hardware هو أول طبقة فوق الهاردوير، يعني بيكون مكانه هنا، هو أول طبقة فوق الهاردوير. هذا هو المقصود. So hypervisor is the first layer over، هو أول طبقة فوق طبقة الهاردوير. بتم بيسمى بار ميتر، محطوط مباشرة على الهاردوير. إيش الهاردوير؟ سي بي يو والميموري، الديسك وما إلى ذلك. إذا كل all guest operating system، كل الفيرشوال ماشين اللي هي الجست بتكون فوق من؟ فوق طبقات الهايبر فايزر. إذا الفيرشوال ماشين بتكون هان، بتسمى إيش؟ الجست operating system، فان بتكون above هايبر فايزر. لما أجي لك في الاختبار أقول in type 2 in type 1 all guest operating system are layer above the hardware no above the hypervisor. فبالتالي الهايبرفايزر هو اول layer فوقه بتجي ايش؟ الجست اوبريتنج سيستم. لو جينا نشوف اللاير او عفوا الهايبر فايزر تايب 2 وما يسمى الهوستد هايبر فايزر، يقول لي the hypervisor is the second layer. هذا the hypervisor is the first layer، هذا the second layer over the hardware. إيش معنات هذا؟ معناته في معانا أول طبقة hardware، أنا كان أقول the first layer over hardware هو أول طبقة فوق الhardware، لكن هذا بيقول لي the second، يعني مش هو هذا الطبقة الأولى، وإنما هان الhypervisor. حالة في MM. إذا مش هو مباشرة فوق الهاردوير. إذا فين موجود؟ over host operating system. إذا هو ثاني طبقة من الهاردوير، وهذا الفيرست لاير من الهاردوير. ركزوا الفرق بينهم. لاحظوا طالما إنه بيقول هو فوق طبقات الاوبريتنج سيستم للجهاز الفيزيكال للهوست، إيش معنى هذا الكلام؟ طالما انه فوق الاوبريتنج سيستم مباشره تتبادر الى ذهنكم ان هذا النوع اللي هو تايب 2 هو عباره عن بروجرام برنامج عادي. طالما انه فوق طبقه نظام التشغيل اذا هو عباره عن بروجرام. طيب والنوع الاول ايش تتبادر الى ذهنكم لما بنقول ان الهايبر فايزر هو فوق طبقه الهاردوير؟ ايش معناته؟ ايش تتبادر الى ذهنكم؟ ايش تفكر؟ شيء فوق طبقة الهاردوير مباشرة. وإيش الذي يجي دائما فوق طبقة الهاردوير؟ نظام التشغيل. إذا معناته الهايبرفايزر تايب 1 هو نفسه أصلا نظام تشغيل، هو نفسه نظام تشغيل، يعني يمتلك الكور الأساسية، يمتلك الانستركشن الأساسية التي تجعلك أنه إيش؟ نظام تشغيل. ولكن هل التايب 1 هذا من الهايبرفايزر هل هو فعلا هو نظام تشغيل زي أنظمة التشغيل المعروفة اللي نعرفها؟ لا، هو عبارة عن نظام تشغيل يمتلك الكور الأساسية للأوبريتنج سيستم، ولكن ما بستش أن تستخدم الاستخدامات الشخصية، تشغل ألعاب أو تشغل برامج أو ما إلى ذلك، لا، وإنما هو نظام تشغيل خاص في إنشاء بيئة فيرشوال. بينما هنا طالما أنه فوق نظام التشغيل فوق الـ OS، إذا الـ PMM هذا هو عبارة عن بروجرام، هو عبارة عن أبليكيشن. طيب زي إيش هذا الأمثلة؟ زي إيش؟ زي الـ VMware. كلكم منزلين الـ VMware على جهازكم، أو كذلك إيش الـ Virtual Box أو الـ Virtual إيش أو الـ Virtual Box. هذه عبارة عن برامج، هي عبارة عن هاي نطلق عليها هايبرفايزر من التايب كام؟ من التايب 2. ليش؟ إنها عبارة عن أبليكيشن تنزل على نظام التشغيل. طيب هذا أيضا اشتي أمثلة، زي إيش؟ هل نقول فيرتشوال بوكس؟ لا، فيرتشوال بوكس هو أبليكيشن، والأبليكيشن تكون فوق طبقة نظام التشغيل، بينما هذا فوق طبقة الهاردوير. إذا هو نفسه الهايبرفايزر هو عبارة عن بار ميثل، هو نفسه OS.
زي ايش ذكرناها في محاضرة من المحاضرات، قلنا زي الـ EXI، زي الـ EXI ايضا زي الزنك، تمام، ايضا زي ايضا الهايبرفي، ايضا الهايبرفي، هايبر هايبر في هايبر في. طبعا ليه 6i هو منتج من منتجات الفيسفير، واحد من المنتجات تبع الباكج حق الفيسفير اللي بناخذه في العملي من الشركة المصنعة او اللي بتصنع هذا الفيسفير. منتج الفيسفير هي شركة الفي ام وير، والفي ام وير زي ما تكلمنا تعتبر الشركة الرائدة في عالم الفرش والديشن. طبعا الزين هو تبع شركة سيتريكس، الهايبر في تبع شركة مايكروسوفت، تبع شركة مايكروسوفت. طبعا لو تلاحظوا او تقرأوا في الكتاب او اعتقد حتى في السلايد الجاي يمكن فيه جدول، الهايبر في بيقول الهايبر في هو هتحصل منه تايب 1 وتحصل كمان مندرج تبع تايب 2. كيف يعني هايبر في؟ الهايبر في كيف يعني؟ طلاب الاي تي عارفين وفاهمين انه الهايبر في فعلا اشتغلوا عليها الترم الماضي، ان الهايبر في كانت عبارة عن رول، كانت عبارة عن فيتشرز موجودة داخل نظام التشغيل نفسه، نفعل عليها تشيك ونزلناها. على من بننزلها؟ على نظام التشغيل. وايش هو اصلا؟ هو هايبر فيزر، بنقدر ننشأ عليه فرش والمشي، يعني هذا الفيتشرز اللي بنفعلها داخل ويندوز زيها زي برنامج الفي ام وير الفيرتشوال بوكس. فالذي بينزل الفيرتشوال بوكس او بينزل الفي ام وير مش بالضروره ينزلهن كبرامج منفصله. الذي عنده ويندوز 8 وما فوق، الويندوز العادي مش الا ويندوز، ويندوز سيرفر عادي، حتى ويندوز عادي اللي نازلين الان ويندوز 10 ممكن انهم يدخلوا ويفعلوا الهايبر في، ممكن انهم يدخلوا ويفعلوا الهايبر في. الهايبر في هي عباره عن فيتشر تفعل عليها تشيك تنزل عندك كأنها أبليكيشن من دون تنزيل مباشرة، تقدر تشتغل عليها أول ما تفتحها وتنشئ فيرتشوال ماشين، واجهتها وطريقة استخدامها كأنك شغال على فيرتشوال بوكس أو شغال على الفي أمير. بعض الطلاب يقول طيب ليش عاد احنا بننزل الفي أمير أو الفيرتشوال بوكس أو ومعانا الهايبر في الجهاز؟ أولا الأغلب مش عارف إن هذا الهايبر في هي عبارة عن هايبر فيزر موجودة كفيتشرز، ممكن بيحصلها في الفيتشرز حاجة اسمها هايبر في، بس هو مش عارف ايش وظيفتها. فبالتالي ممكن انك تفعلها، تدخل الى add and remove programs من لوحة التحكم، وبعدين في معك في جهة اليسار هتحصل add and remove features، تضغط عليها بتحصل ضمن القائمة حاجة اسمها هايبر في، تفعل عليها تشيك. طبعا ممكن تطلع لكم بعض الاغلاط ما نضاش تنضاف، السبب اذا كنت منزل هايبر فايزر اخر بالذات الفي امير، الفي امير دائما تتعارض مع الهايبر في ما بيسمح لكش، يقول لك اول حاجة احذف الهايبر فايزر الموجود معه وبعدين نزل الهايبر في. والعكس ايضا لو جيت تنزل الفي امير ومعك الهايبر في ايضا تحصل ايش مشاكل، تحصل ايش مشاكل، فبالتالي اشتغل على هايبر في او على الفي امير. الفيرتشوال بوكس عادة ما بيحصلش أي تعارض بينها وبين الهايبر في. أما ليش إذا عرفنا فين موجودة وليش من التايب 2؟ لأنها عبارة عن فيتشرز موجودة يعني فوق نظام على نظام التشغيل. طيب هنا كمان ليش جاءت لي الهايبر في؟ جاءت ك تايب 1 لأنه كمان في أسطوانة من الهايبر في موجودة كأنها نظام تشغيل، تنزلها على طبقات الهاردوير، يعني موجود فيها نوعين، نوع كميزة تفعلها داخل نظام التشغيل، ونوع موجودة كسي دي تنزله تنزيل زيها زي أي نظام تشغيل، فبالتالي هي موجودة في النوعين، معانا هايبر في تايب 1 ومعانا هايبر في تايب 2. طبعا بيئة الكلاود الآن احنا بنقول هي مبنية أو مرتكزة على مفهوم الفيرتشواليزيشن، أكيد ما بيستعملوش التايب 2. تايب 2 برامج يعني برنامج كما تفعل انت فيرتشوال ماشين، فبالتالي اكيد بيستخدموا
بيستخدموا التايب 1، بيستخدموا التايب 1، بيستخدموا نظام التشغيل الخاص في بيئة الفيرش فاليديشن. يعني الآن أنت لما معك سيرفر بدي تمشي عليه أكثر من سيرفر وهمي، ما بديش تستخدم لك التايب 2 برنامج في أمور انشاء عليها المشين، لا، وإنما بينزل نظام تشغيل خاص. هذا نظام التشغيل الخاص أصلا إيش الغرض من هذا السيرفر؟ نزلت عليه هذا نظام التشغيل علشان أقسم هذا السيرفر إلى أكثر من سيرفر وهمي. طبعا بتكون عملية الإدارة والتحكم وكل الخصائص وكل الميزات موجودة بشكل كبير جدا. طبعا من أهم المنتجات المستخدمة من قبل الشركات أو السيرفيس بروفايدر المزودة للكلاود أيضا الشركات الكبيرة اللي هو منتج الفيسفير، منتجات الفيسفير والإكس إكس آي واحد من هذه إيش المنتجات. تمام؟ طيب أتمنى النقطة هنا وضحت الفرق بين تايب 1 وتايب 2، مهمة جدا ومئة بالمئة فيها سؤال إلى سؤالين داخل في الاختبار على هيئة صح وغلط أو على هيئة أكمل. ربما أجيب لك تعريف تايب 1 بدل تايب 2 أو تايب 2 بدل تايب 1، أو أدي لك التعريف صحيح أو أدي لك أكمل أو أذكر لك عدد أو أقول لك عرف. واضح؟ بالتالي السلايد إيش مهم؟ جدا وضح معي بس ترسم لي هذه الرسمات موجودة في السلايد الثاني. أتمنى أن الطلاب إذا كانوا مش طلاب نظم معلومات، طلاب IT، أنهم يزيدوا يقروا عن SXI. نحن توقفنا آخر محاضرة عملي كنا نزلنا داخلها إحدى منتجات الفيسفير اللي هو SXI، وبدأنا نتعرف عليه وتعاملنا مع الكور تبعه وفعلنا لها فعلنا معاكم اللي هي البيسك كونفيجريشن، من ضمنها اللي هي النتورك سيتنج لو تذكروا. طبعا هذا كل طلاب الاي تي، مثل طلاب نظم المعلومات يسمعوا التسجيل ويقولوا احنا ما خدناش عملي، العملي كان مع طلاب الاي تي. طلاب النظام انا كنت واعده لكم لو فيه وقت او تشتوا ممكن احنا نسوي لكم ايش نعمل، نتعرف على البرودكتس الخاصه في الفي اس في. لاحظوا اكزامبل مايكروسوفت هايبر في، مايكروسوفت هايبر في ايضا في سفير الـ SXI، ايضا الزين تبع شركة سفريكس، ايضا هذا امثلة عليه زي الفري في اس تي، ايضا زي الفيرشوال بوكس، زي الفيومويف، زي الهايبر في كفيوتشرز، وهذا هايبر في كايش كاوبريتنج سيستم. لاحظوا معي هذا الشكل اللي انا جالسة ارسم من اول، البارمتر، بارمتر اللي هو عبارة عن ماذا؟ البارمتر، بارمتر اللي هو تي 1، الهوستد اللي هو تي 2، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 البارمتر قلنا ايش؟ بتكون في ريست لاير أبف ذا هاردوير، هذا بيكون سكند لاير فوم ايش؟ هاردوير. لاحظوا هذا طبقة الهاردوير، هذا الهايبر فريزر مباشرة بار مثل الحديدة، يعني فوق طبقة الهاردوير مباشرة وفوقها الفي امز. أما الهوستد هاردوير بعدين الأو اس بعدين الهايبر فريزر زي الفي ام ستيشن الفيرتشوال بوكس، أول ما يتبادر لذهنك فوق الهاردوير إذا هو نفسه هو نظام التشغيل. فوق طبقة الأو اس شيء، أي حاجة فوق طبقة الأو اس أو تنزل فوق على نظام التشغيل إذا هي باي ديفولت دايركت تقول إن هي عبارة عن أبليكيشن اللي هي تايب 2. معانا هاي الأبروش أوف فيرشواليزيشن، الأبروش أوف فيرشواليزيشن في معانا تو أبروش للفيرشواليزيشن، في معانا ألفا فيرشواليزيشن، في معانا البار فيرشواليزيشن. إذا كان في معانا أبروش، ركزوا لما أقول لكم الأبروش أوف فيرشواليزيشن، معانا تو فول وبار، ومعانا الليفل امبلمنتيشن معانا 5 اللي كانت على مستوى الابليكيشن والليبلري والاوبريتنج سيستم والهاردوير والايزا ليفل. تمام؟ طيب ايش الفول فيرشواليزيشن وما هو البار فيرشواليزيشن؟ لاحظوها في هذا الشكل، لا تقدروا تميزوا اللي بين الفرق بين الفول فيرشواليزيشن وبين البار فيرشواليزيشن. لاحظوا هنا الفول فيرشواليزيشن هاردوير بلاتفورم هايبر فايزر فيرشوال ماشين موجودة هنا بيئتها في M1 في M2، وهذا نفس الكلام، ولكن هنا في معانا هنا
بعض الأشياء، في معانا بعض الأشياء، هنشوف إيش معنى هذه الأشياء دي في دي على الفيرشوال ماشي. طيب نجي نشوف ماذا نعني بالفول فيرشواليزيشن. الفول فيرشواليزيشن، الفول فيرشواليزيشن شنعرف ما هي وما هي مميزاتها الأدفانتج وما هي الديسأدفانتج للأبرشة الأولى. أول حاجة يقول لي does need to modify guest operating system. The criteria and restrictions are dominated by the software through the use of the binary translation. إذا لما نقول for virtualization معناته نظام التشغيل تبع VMware هو نظام تشغيل لم يدخل عليه أي تعديل. فبالتالي أي تعليمات بتجي من عنده بتروح إلى الهوست أوبريتنج سيستم، والأوبريتنج سيستم هو الذي بيشوف هذه التعليمات، لأنه نظام التشغيل هذا طالما أنه مش معدل، فلما يكون معنا أتاك يحاول أنه يستغل الثغرات الموجودة في الفيرشوال ماشين علشان يحدث الضرر بمن؟ في الهاردوير الأصلي. فبالتالي إيش بيحصل هنا؟ عشان ما يحصلش ضرر في الهاردوير الأصلي، نظام التشغيل أي instruction بتجيله من الفيرشوال ماشين بتمر عن طريقة، فبالتالي بتكون عملية translation هي عبارة عن binary translation، يحصل بدء لأنه كل التعليمات بتروح لنظام التشغيل الأصلي، فبالتالي يحصل بعض الضغط عليه علشان يعمل عملية check لكل هذه الinstruction الجاية، على عملية check. إذا في أي instruction فيها attack يعملها عملية إيش؟ عملية drop. فبالتالي الضغط كله بتكون على operating system. واضح؟ إذا هل بيتم عملية التعديل في full virtualization؟ لا، هو عبارة عن not need to modify، يكون هو نفس نظام التشغيل الأساسي. بتكون عملية الأوميليتر أو عملية المحاكاة عن طريق البينري ترانسليشن. طيب ايش فائدته؟ الفائدة حقه انه not need to modify، ما يحتاج الى عملية تعديل. اذا لما نتكلم عن full virtualization ما مش في اي عملية تعديل، هذا تعتبر ايش؟ ميزة، لان عملية التعديل بتكون نوعا ما complex معقد. ايش الـ disadvantage؟ الـ disadvantage او العيب فيه انه slows down the performance due to the binary translation، بيكون بطيء جدا. ايش سبب الربط؟ لانه بيتعامل مع البينري ترانسليشن، بتتم عمليه الترجمه بينري، تخيل الترجمه وهي بالبينري كلها من الهوست ايش؟ اوبريتنج سيستم. شوفوا هذا الشكل مباشره، طلعوا الوضع العادي ما فيش اي موديفايد بتحدث على الجست اوبريتنج سيستم، وهذا اللي احنا بنتعامل معاه كل ايش؟ فيرشواليزيشن. طبعا بسبب المشاكل الموجوده في الفول فيرشواليزيشن ان نظام التشغيل بيتم استغلال العمليات الثغرات، تم عمليه البينري ترانسليشن. عشان اللي حصل طورها الى البار فيرشواليزيشن. بار فيرشواليزيشن، ان بار فيرشواليزيشن ذا جست اوبريتنج سيستم هاز تو بي موديفايد. لاحظوا هنا كان نوت بي موديفايد، ما بيعدلش ويحتاج الى تعديل. عشان حكاية مشكلة الأتاك إنه ما يحصلش أي أتاك من الجست إلى الهاردوير الأصلي ويعمل لها عملية ضرر أو ضرر النظام التشغيلي الأصلي يعمل عملية التشيك، قاموا بتعديل من الأوبريتنج سيستم. فالآن لما يكون الأوبريتنج سيستم معدل ويتم التعامل مباشرة مع الهاردوير، هذا بيؤدي إلى إيش؟ إلى السرعة، بينما هناك كان بينري ترانسليشن يؤدي إلى بط. ايش الفائدة وايش العيوب؟ الفائدة انه the VMM embark virtualization platform is simpler، يكون بسيط جدا. ليش؟ لان التاسك now performed in the operating system rather by the VMM، ما عادش ضروري نتمر عبر ال VMM ويرسلها للهوست operating system ويجسترشن، هلا مباشرة بيتم ايش؟ تنفيذ التاسك داخل نظام التشغيل. واضح؟ طيب لما يتم
التنشيط داخل نظام التصغير مع فشتاء يمر عبر الـ PMM إلى نظام التصغير الأصلي عشان يسمح له باستخدام الموارد اللي بتتم عملها في Binary Translation، فبالتالي بيؤدي إلى إيش؟ إلى Increase the Performance، بتكون الأداء عالي. Since the virtualization overhead decrease the performance increase. تمام؟ ده لما نقلل العبء على الـ Virtual Machine أكيد بيزيد من الأداء. Decrease overhead بيفعل لنا إيش؟ Increase the performance. طيب إيش الـ Disadvantage؟ كيف إنه عملية الـ Compatibility and the Portability is reduced because the Modified Operating System، عملية التوافق أو هذا النظام التصغير أنت لما فعلت عليه Modified في هذا الجهاز، فبيكون صعب عملية الـ Portability إنك تنقله من ماشين إلى ماشين لأنه أصبح معدل، فبالتالي بيحصلش عملية توافق بين هذا المشين وهذا المشين. بينما في الفول هو نفس نظام التصغير، نقول من مشين إلى مشين يشتغل طبيعي، الكومباتيبلتي موجودة لأنه ما فيش فيه أي مودفايد، ما دخلش عليه أي تعديل. أيضا من الديس أدفانتيز أيضا الكوست أوف مينتننس إز هاي، عملية الصيانة بتكون مكلفة جدا. ليش؟ لأنه بيكوز ديب أوبريتنج سيستم موديفيكيشنز، يعني تم تعديل داخل عمق نظام التشغيل، يعني مش هو زي نظام تشغيل عادي تحل عملية مينتنس، وإنما أصبح عايش موديفيكيشن، فبالتالي الذي بيفعل عملية المينتنس بيكون شخص فاهم، يعني في عنده فهم في وعمق داخل نظام التشغيل. إذا عرفنا الفرق بين الفول، معانا كم أبروش؟ معانا تو أبروش، الفول والبار. الفول هو عبارة عن نظام التشغيل ما بيحصلش فيه اي عمليه موديفيكيشن، تمام؟ ايش الميزه حقه؟ انه بيحتاج لموديفيكيشن. ايش العيب؟ انه بيكون بطيء. بينما البار فيرتشواليزيشن قلنا هو بيتم عليه تعديل، يحتاج تعديل للاوبريتنج سيستم. ايش الميزه؟ انه بيكون بسيط، بينجز المهام مباشره على نظام التشغيل على القسط اوبريتنج سيستم، ايضا بيزود الاداء. ايش عيوبه؟ عيوبه طالما احنا عملنا في عمليات موديفيكيشن، فبالتالي بتقل عملية البورتبولتي انك تنقلها من ماشين الى ماشين لانه ما بيحصلش عملية التوافق. ليش ما بيحصلش توافق؟ لانه تم التعديل على نظام التشغيل في الماشين اللي انت عدلت عليها. ايضا عملية الصيانة بتكون مكلفة، لانه لما تصير نظام تشغيل عادي غير لما تصير نظام تشغيل حصل له عملية نوتيفيكيشن، يعني بتكون عملية المينتنس في الديب اوبريتنج سيستم. طبعا مثال عليها زي الكي في ام، هذا هو البار فيرتشوالايز. لاحظوا هنا ايش بار بيحصل لها عمليات، ايش عمليات موديفيكيشن. هذا بيتكلم عن اهم من الهايبر فيزر بروفايدرز، اهم البروفايدرز. معنا في ام اوركستريشن، معانا في أمير ESXi سيرفر، معانا الزين، معانا الكي في ام. على ايش شغال؟ على اشنو اركتكتشر؟ ايش المعالج؟ 32 ل 6 32 و 64، لما اقول 86 معناته بقصد فيها 32. على اي نظام تشغيل؟ طبعا في أمير لحظة شغال على اللينكس والويندوز كذلك. ESXi نو هوست اوبريتنج سيستم، ما يحتاجش نظام تشغيل. ليش ما يحتاجش نظام تشغيل؟ لانه اصلا قلنا هو نفسه نظام تشغيل، لانه من التايب كام؟ التايب 1، والتايب 1 بيكون مباشرة فوق طبقات الهارد وير. القسط اوبريتنج سيستم يقول لك القسط اوبريتنج سيستم عادي زي في امير، نزل عليه اي فيرتشوال ماشين، والفيرتشوال ماشين تحتاج على اي نظام تشغيل، بس هنا هو نفسه ما يحتاج نظام تشغيل لانه هو اصلا نظام تشغيل. طبعا لاحظ ان في بار فيرتشواليزيشن، يعني بيحصل ممكن نفعل عليه ايش تعديلات الفيرموير في الفيرتشواليزيشن، هل بتدخل تعدل فيه انظمة التشغيل او في الفيرموير اوركستريشن؟ لا. ايضا الكي في ام عبارة عن بار فيرتشواليزيشن. اذا امثلة على البار معاكم الفيرموير ESXi، ومعاكم ايش الكي في ام. الكي في ام ايضا هذا عبارة عن هايبر فيزر، واضح؟ لا، لما اقول لك مثال عن الفيرتشواليزيشن زي الفيرتشوال بوكس زي الفيرموير ورك استيشن، يعني انت الان ما تحفظ من هذا كله الا امثله فقط، امثله على من؟ على الفول فيرموير ورك ستيشن والبار فيرموير ESXi.
يمكن في الاختبار اقول لك فيلم وركستيشن از عبارة عن فيرتشواليزيشن، تكتب لي غلط فول فيرتشواليزيشن، او اقول لك الفيلم وير از فول فيرتشواليزيشن غلط لانه بار فيرتشواليزيشن يعني يهمك هذا الخانة، يهمك هذا ايش الخانة الاركتكتشر. انواع من الفيرتشواليزيشن، لاحظوا احنا اخذنا الليفلز او المستويات اللي بيتم فيها تطبيق الفيرتشواليزيشن، اخذنا الابرش للفيرتشواليزيشن، اخذنا البروبرتيز الخاصة في الفيرتشواليزيشن، الان ما هي الانواع اللي ممكن احنا نفعل فيها ايش فيرتشواليزيشن. طبعا في معنا فيرتشواليزيشن او انواع كثيرة، في معنا ديسكتوب فيرتشواليزيشن، في معنا ابلكيشن فيرتشواليزيشن، في معنا سيرفر فيرتشواليزيشن، في معانا ستورج فيرتشواليزيشن، في معانا برزنتيشن، في معانا نتورك، في معانا ايش كلاستر، في معانا داتا سنتر. تمام، اذا معناته احنا ممكن نفعل فيرتشواليزيشن للديسكتوب وكذلك للابلكيشن وكذلك للسيرفرات وكذلك للستورج وكذلك للبرزنتيشن وكذلك النتورك والكلاستر والداتا سنتر. قلنا اي حاله نفعلها فيرتشواليزيشن في منها ايش فيزيكال، يعني ما بجيش اقول انا بفعل فيزيكا بعد افعل سيرفر فيرتشواليزيشن ما فيش معايا فيزيكا، او افعل ستورج فيرتشواليزيشن ما فيش معايا فيزيكال ستورج. ايضا نتطرق الى ايش كلاود او اس 4 فيرتشواليزد داتا سنتر. اجمع الفيرتشواليزيشن واضحه الان لما تجي توصل لاي كمبيوتر عن بعد ايشو فيزيكال ولا فيرتشوال، اكيد هو عباره عن فيرتشوال لما تفعل رننج للريموت ديسبلاي سوفت وير، لما بيجي تنفذ سوفت وير في على جهاز اخر اكيد هذا عباره عن فيرتشوال. لما توصل ديسكتوب جهاز اخر، انت لما توصل لديسكتوب في مكان اخر مثلا انت في صنعاء ودخلت على جهاز في اب او في اي دوله ثانيه، ايش معناته هذا؟ هذا ايش وصلت لديسكتوب، كيف وصلت له، كيف دخلت لداخل ديسكتوب، اكيد ايش فيرتشوال. ابلكيشن فيرتشوال، ابلكيشن فيرتشوال اكشوالي ان ماني كيسز بروجرام از ديستريبيوتد، لما يكون معك برنامج تفعله ديستريبيوتد بين عده اجهزه شغال بينهم، هو منزل في سيرفر واحد، كيف تعرف ديستريبيوتد كيف شغال هذا البرنامج في اكثر من جهاز، فقط بتنزل الاي اكس اي برنامج تنفيذي والداتابيس وكل حاجه موجوده في جهاز السيرفر، هو عباره عن ابلكيشن ديسكتوب. سيرفر فيرتشواليزيشن كيف احنا بنقدر نفعل اكثر من سيرفر، معي سيرفر واحد قسمته زي ما شفنا في اول الشابتر هذا في الداتا سنتر فيرتشوال، معي ثمانية سيرفر استبدلناها باربعة سيرفرات، داخل كل سيرفر كان داخله ستة سيرفرات، طيب ايش سمى هذا؟ سيرفر فيرتشواليزيشن، يعني ان انا اقسم السيرفر هذا السيرفر الحقيقي الفيزيكال لاحظوا الى عدة سيرفرات فيرشو، لاحظوا سيرفر نزل فيها الاوراكل، سيرفر نزل فيها السكيول، وسيرفرين منزلين فيها الابليكيشن، وسيرفر للايميل، وسيرفر للفايل، وسيرفر للبرنتر، سيرفر تمام قسمنا، هذا يعتبر ايش فيرشوال لمن؟ للسيرفر فيرشواليزيشن. ستورج، لما يكون معايا انا ستورج فيزيكال وانت الان جيت فعلت منها فيرشوال، من اين؟ من الفيزيكال، ايش سمى هذا؟ ستورج فيرشواليزيشن. برزنتيشن فيرشواليزيشن، ايش المقصود في برزنتيشن فيرشواليزيشن؟ بعض طلاب أول ما يكون برزنتيشن يطلق إلى ذهنه حكاية الباور بوينت والعرض البرزنتيشن، لا مش المقصود فيها برزنتيشن فيرشواليزيشن، لا شوف نشك أنت الآن لما بتجي تستخدم ترمينال، الترمينال هذا جهاز مواصفات عادية يوصلك لجهاز السيرفر، كل التطبيقات والتخزين وكل حاجة أنت بتسويها داخل السيرفر، فقط هذا عبارة عن ترمينال، احنا عرفنا ايش معنى الترمينال، وتقريبا طلاب الجامعة الإماراتية بتشوفوا هذا الشيء في معمل السيرفر اللي موجود معاكم في الدور الرابع،
معك الجهاز اللي قدامك هو عبارة عن يعتبر ايش تيرمينال، كل العمل وكل التخزين بتكون داخل السيرفر. ايضا طلاب جامعة صنعاء في معهم التيرمينال في معمل الدراسة العليا اللي قد دخل للدراسة العليا، ويحصل كذا جهاز صغير خلف الجهاز، هذا هو عبارة عن تيرمينال، ما بش فيه الا زي اللي موجود عندكم يا طلاب الجامعة الإماراتية، جهاز صغير موجود عرض الجهاز، ما فيش تحصل كيس ولا حاجة، ما بتحصلش هذا الكيس، لا الكيس هذا ما بيكونش موجود معك، هذا مش موجود معك، هذا موجود في غرفة ثانية، في غرفة خاصة، في غرفة السيرفرات. أنت قدامك فقط شاشة الكمبيوتر والكيبورد والماوس. طيب فين بيتم التخزين؟ كم بيتم المعالجة؟ كم بيتم الوصول؟ في معك خلف الشاشة بتلاحظوا، كلكم تلاحظوا، سواء طلاب الإمارات في معمل 4 أو طلاب جامعة صنعاء الموجود في 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 معمل الدراسة العليا، تحصل كده جهاز صغير بحجم الكف اليد، إيش فيه؟ فيه منفذ USB، فيه منفذ الشبكة، وفيه منفذ إلى شاشة الكمبيوتر، تدخل يدخلك إلى جهاز السيرفر. هذا هو ما يسمى في البرزنتيشن فيرشواليزيشن. نتورك فيرشواليزيشن إنها تفعل عملية فيرشواليزيشن للنتورك. معك الآن حاجة اسمها الفيلان. الفيلان تقريبا اللي يفهمها أكثر شيء طلاب الـ IT، مش طلاب من المعلومة، مش عارفة طلاب من المعلومة أضطر أقولها أو لا، اللي هي الفيرشوال لان. فيلان فيرشوال لان، إنك تفعل لان ولكنها إيش فيرشوال. إحنا عارفين إن اللان بيشتغل على سبنوت واحدة، عارفين إيش معناها سبنوت، يعني كل الأجزاء تنتمي إلى سبنوت واحدة. بفعل عملية فيرشوال لعزل الأجهزة على نفس الشبكة، يعزل الجهاز عن جهاز، كأنه في شبكات مختلفة ولكنها إيش فيرشوال. أيضا سويتشات ممكن إحنا نفعلها إيش فيرشوال. أنت أنا ما بنزل في أمير وينزل لك كروت وتربط هذه الأجهزة فيما بينها، الأجهزة الوهمية معك 5 أجهزة وهمية موجودة على جهازك الحقيقي، كيف بيتم التواصل بينهم؟ هل سويتش حقيقية بتجي توصل سويتش داخل الجهاز؟ لا، تكون سويتش ايش وهمية، روترات وهمية، كل حاجة بتكون ايش، كل ما يخص الشبكة من باندويث، روترات، سويتشات، كيبلات، كلها بتكون بشكل ايش وهمي. كلستر، عرفنا ايش معنى مفهوم الكلستر وشرحنا الكلستر، مش بالطبيعة ضروري انه يكون ايش فيزيكال، ممكن نعمل ايضا فيرشواليزيشن للكلستر نفسه. احنا عارفين الكلستر كيف بيتم عمل الكلستر. الفيزيكال كلاستر هو عبارة عن كولكشن اوف سيرفرز، مجموعة من السيرفرات فيزيكال، ماشي اجهزة ملموسة، حاسبات ملموسة، بنفعلها عملية انتر كونكتد، ربط باي فيزيكال نتورك. ايش معنى فيزيكال نتورك؟ يعني كيبلات حقيقية، سويتش حقيقية، بيتم ربط هذه الاجهزة، الجهاز الاول والثاني والثالث والرابع، بيتم ربطها بكيبلات وسويتشات حقيقية عبر شبكة اللان. احنا قلنا الكلاستر هو محدود، مش هوان، وإننا بيكون فقط إيش لان، وعرفنا إيش معناته في أول محاضرة، وكذلك طبقنا له أكثر في أكثر من محاضرة. طيب إذا بالاختبار ممكن أقول لك physical cluster is the collection of servers interconnected by virtual network such as LAN. ركز ظالم إنه physical يعني بيرتبط عبر شبكة physical، شبكة حقيقية مش فيرشوال، تمام. اما الفيرشوال كلاستر بنسمه اربط with VMs instance، بننزل ايش كلها VMs، مجموعة سيرفرات ولكنها فيرشوال، add distributed server from one or remote physical cluster. ممكن احنا ننشأها من سواء كلاستر موجود عندك او عبارة عن ريموت بنوصل له عبر الشبكة. لاحظوا هذا هو ايش الفيرشوال، شكل الفيرشوال كلاستر الموجود معانا. عارفين احنا نقول نوت المقصود فيها عبارة عن جهاز. اذا لما نتكلم عن فيرشواليزيشن للداتا سنتر تقريبا تطرقنا لها لما ذكرنا في مقدمة حول الفيرشواليزيشن كيف تم استغلال التقنية هذا، وكيف نحن قللنا من الريسورس بالشكل اللي هو كان معنا 8 أجهزة فيزيكال، كيف حولناها إلى داتا سنتر فيرشوال. طيب يقول لي هنا
انه الفرش فيرشواليزيشن لي الداتا سنتر has the following effects. تمتلك بعض الافكتس التالي. واحد، انها بتفعل عملية enhance للهاردوير utilization. فعلا واحنا شفنا بدل ما معك 8 سيرفر، كل سيرفر فيه ابليكيشن واحد، ما بصلش استغلال السيرفر هذا الموارد حقه 20 إلى 30 إلى 40%، والبقية متروكة. والثاني نفس الكلام، والثالث نفس الكلام، 8 سيرفرات. لما جينا في عندنا 4 سيرفرات، قللنا من السيرفرات واستغلنا الريسورس، بدل ما كانت تستخدم بنسبة 20% وفيها ابليكيشن واحد، ممكن ننزل عليها 6 ابليكيشن نستخدم الريسورس في الكامل، تصل إلى 90%. أيضا the total cost of ownership is reduced. فعلا المالك لما الآن اشترى 8 سيرفرات وحول البيئة حقه إلى فيرشواليزيشن، قللها إلى كام؟ إلى 4. قلل التكلفة من ناحية الهاردوير، من ناحية البور. ايضا improves availability and business ايش continuity، يعني يوفر لنا الهاي availability الاتاحية العالية. قلنا في الفيرشواليزيشن فيها بعض الميزات وبعض الاشياء مش موجودة في بيئة الفيزيكا. اذا لما قلت في الاختبار فيرشواليزيشن داتا سنتر، هذه الرسمة اللي شرحناها اول، ايش الافكتس او ما هي الفوائد اللي بتعود علينا؟ ممكن تقول ايش اني تفعلنا إنهانس، تعزيز للهاردوير يوتيليزيشن. تمام. طبعا لما يجي لك سؤال اشرح او اذكر او اعرف، مش بالضرورة ان انت تجيبهم في اللغة الانجليزية، ممكن تقول لي طبيعي عبيف علي عملية إنهانس تطوير لاستخدام الريسورس، استخدام امثل. تمام. ايضا لاحظوا نسينا هذا النقطة، enable more easily reasoning development of the resource، تمكننا من عملية من حكاية اللي حجز الريسورس. حجز الريسورس هذا بتكون بعملية، بتكون بشكل أفضل، وتكون بشكل إيش ديناميك عن طريق الـ PMM، هو اللي بيتحكم، هو اللي بفعل هذه الأشياء كام. تمام. أيضا إذا التحكم بيكون ديناميك وبيكون أفضل، أيضا الكوست بتكون أقل، أيضا بيحافظ لنا على الإتاحية العالية، وبيخلي البزنس إيش كونتينيتي إنها تستمر. قبل ما استمرت البزنس من الافيليبيليتي، اذا في افيليبيليتي يعني السيرفيس كلها شغاله، معناته البزنس عندك شغال مستمره. اذا ما فيش افيليبيليتي والسيرفيس اوف او حصل لها داون، حصل له سيرفر داون، معناته البزنس في حقك بيتحطم. هذا كمان ايضا مثال للداتا سنتر. لاحظوا في امير، في سفير منتجات، الفي سفير هو يعتبر المنتج العملاق في الفيرشواليزيشن، هو تبع شركة من الفي أموير. كان كدراستر المعمل كله بيكون على الفي أموير في سفير، وتقريبا قد عرفنا في المحاضرة السابقة بالنسبة لطلاب الاي تي عن الفي سفير وعن مكوناته، وبدأنا نشتغل على اول مكون من مكوناته. اعتقد قد اشتغلنا مش على مكون، اشتغلنا على مكونين في اخر محاضرة. بدأنا ندخل الى السيرفر عن طريق الـ SXI، وحلينا بعض المشاكل الموجودة مع بعض الطلاب. Cloud OS for Virtualized Data Center. طيب Data Center، لما نقول Virtualized Data Center يعني احنا بنفعلها ايش عمليات Virtualized للسيرفرات Virtual. طبعا هذا من بيخدم Cloud Providers. الآن لما شخص ما هو Cloud Providers، مزود خدمة، بيزود خدمة الكلاود، والآن بيتيح لك سيرفرات، بيحجز لك ماشينز. طيب هذا الماشينز كل واحد لراسه بيحجز له سيرفر، في معاه سيرفرات ضخمة بمواصفات عالية جدا، بيفعل فيها أكثر من ماشين، يعني السيرفر الواحد داخل أكثر من شخص. هذا الفيرتشوال انفراستراكشر الفي اي ار سبيشالي تيلر فور فيرتشوالايز داتا سنتر ويتش اوفن وان لارج نمبر اوف سيرفرز ان ذا كلستر، يعني بيكون معنا اكثر من سيرفر بيكونوا ايش فيرشوال. الفيرشوال انفراستراكشر شو بتفعل لي؟ مانجرز ار يوز تو كريت في امز اند اجريجيت ذيم انتو فيرشوال كلستر از اليستيك ايش ريسورس، يعني بيتم اداره هذه الفيرشوال ماشين وتجميعها ككلستر واحد، ومن ثم ايش تاجيرها للمستخدمين الكلاود. لاحظوا هنا بعض المانجر او اي اس بلاتفورم ليسنس،
وما هي الريسورس بينج فيرشواليزد ويب لينك والكلاينت اي بي لانجوج والهايبر فايزر المستخدم داخل كل اي او اس والبابليك كلاود انترفيس والسبيشال ايش فيتشرز. تمام طبعا لحظه مش على برضو نفس الكلام هذا الجزء مشوا عليكم حفظ. لاحظوا هنا مانجر او اس من معانا الفي سفير الفي سفير ايش ايش الهايبر فايزر حق الفي سفير ال ESX وال ESXi. طبعا ال ESXi هو نسخة أحدث من ال ESX لحالها، هو عبارة عن public cloud في أمير في cloud وصل عن طريق ال في cloud وعن طريق ال في أمير. اللايف ميجريشن، اللايف ميجريشن هذا اللي شرحنا أو تطرقنا له في أكثر من محاضرة، بالذات لما كنا نتكلم عن خاصية الهاي أفيلابيلتي. ما معنى اللايف ميجريشن؟ اللايف ميجريشن طبعا هذا تنفيذها بيكون ان شاء الله اذا اتاحت لنا الفرصه لطلاب الاي تي تنفيذ عملي، ايضا طلاب الاي اس لو يشتوا ما فيش عندي اي مانع لو في اي وقت. وركلود اوف وان نود تو ترانسفير تو انذر نود. ايش معنى النود؟ قلنا النود هي الماشين، النود هي جهاز السيرفر او اي جهاز. لاحظوا الوركلود بيتم نقلها من جهاز الى جهاز. تذكروا ذيك الرسمه اللي في المحاضره هسه قال لي كان في معانا ماشين حصل لها داون، بعدين كان عليها تنتن فيرشوال ماشين، فيرشوال ماشين راحت لا صارت او راحت الى سيرفر، فيرشوال ماشين ثانيه راحت الى سيرفر الاخر. اذا ما هو اللايف ميجريشن؟ الوركلود اوف وان نود، الحمل في نود معينه في سيرفر معين ينتقل الى سيرفر اخر. اوفر هيد ذات افكت ذا يوتيلايزيشنز throughput quality of service. تمام يعني الاوفر هيد الضغط بيأثر على quality of service. ايش خطواتها؟ طبعا ركزوا على الخطوات حق اللايف ميجريشن، في معانا مجموعة خطوات عشان تحصل اللايف ميجريشن. بعض الطلاب بيسأل وبعض الطلاب مش عارفة كيف بيفكر ما بيسألش. بعض الطلاب يقولوا يا أساتذة احنا مشي نفهم نقطة معينة، انت الآن بتقولي السيرفر هذا حصل له داون يعني اوف طفينا طفي نقول انه طفي وداخله فيرشوال ماشين، كيف نستوعب ان الفيرشوال ماشين هذا الجهاز الان اصبح اوف؟ كيف نقول ان هذا الفيرشوال ماشين عاد تنتقل لسيرفرات ثانية؟ بمعنى انا الجهاز الان طفي وش تخرج منه مستند معين او صورة معينة او رقم معين، طيب طافي انا كيف عدنا تشغله اصلا؟ هذا نفس الكلام السيرفر طافي، كيف بيتم نقل الفرش والماشين وقد هو طافي؟ شو حصل له اف خلاص انقطعت منه الباور؟ فعلا كلام سليم كلام جميل من الطلاب الذي بيسألوا كيف عدنا ننتقل. اقول لكم الفكرة هي ان في معانا شيرد ستورج، يعني الفي امير حق هذا السيرفر والفي امير حق هذا السيرفر والفي امير حق هذا السيرفر كلها مخزنة في ستورج خارجي في ام هان، كل الفي ام حقكم مخزنة هان، وبالتالي هذا بس يعتبر كأنه وسيلة تشغيل فقط، كان بيشغل في ام وان وفي ام تو، مجرد ما انطفى كيف عادة تخرج الفي امير؟ هي ليست مخزنة فعليا داخل هذا السيرفر، هي في شرد ستورج عبر الشبكة، يعني الستورج هذا موجود شغال اون، هذا انضفى مباشرة بينتقل تشغيل المشين واحدة الى هذا الجهاز واحدة الى هذا الجهاز. فالفكرة هنا هي في الشرد ستورج، هي في الشرد ستورج. طيب ايش الخطوات حق اللايف ميجريشن؟ اول حاجة ستيبس 0 اند 1 ستارت ميجريشن، تبدأ عملية تفعيل الميجريشن. ستيب 2 ترانسفير ميموري، مش الآن كل حاجة احنا شغالين عليها هي شغالة داخل الميموري، هي شغالة داخل الذاكرة صح ولا لا؟ طيب الآن انا فاتحة الباوربوينت اسجلك من المحاضرة، فين شغالة؟ شغالة داخل الميموري، والميموري احنا عارفين ان الرام هي عبارة عن ذاكرة متضايرة، مجرد ما ينضف الجهاز كل حاجة فيها بتروح، فبالتالي هنا في هنا ملف مخزن فيه ما هي الأشياء اللي كانت موجودة داخل هذا السيرفر، الأشياء الموجودة داخل هذا السيرفر كان شغال فيه في M1 في M2،
في ام 1 فرضا كانت مشغله عرض باوربوينت، وهذا كان شغال فاتح الانترنت في ام 1. اذا هذا كله محفوظ داخل الرام، داخل ملف الرام حق داخل في ام 1 هذا. وبالتالي اول خطوه يفعل ستارت نافيجيشن. ثاني خطوه بينقل ما هو موجود في الميموري في الجهاز اللي طفي الى الجهاز الثاني. الى فين؟ الى الجهاز الاخر. مشان مخزن الفي ام 1 كانت فاتح صفحه الانترنت، والفي ام 2 كانت شغال عليه فاتح باوربوينت. طيب فين محفوظ هذه الاشياء الموجوده؟ في الميموري. فبالتالي ثاني خطوه بينقل ما كان موجود في الميموري الى الجهاز الاخر. ثالث خطوه suspend the VM and copy the last partition of the data. إيش معنى suspend؟ توقف في الفيرتشوال ماشين لحظة وجيزة، ما تكونش فترة زمنية كبيرة، ونقل البيانات اللي كان شغال عليها من الستورج إلى هنا. هذا ما عادش على جهة الطفي. يعني الآن بيتم عملية الميجريشن من الستورج لداخل ال VMware. لاحظ أنا ما كمش هنا، فرضنا السيرفر كان فاضي، فجأة بتلاحظ انه اصبح شغال داخله في ام 1 مفعل عليه او فاتح فيه داخله باور بوينت. رقم 4 و 5 كومنت اند اكتيفيت ذا نيو هوست. يحفظ ويشوف يفعل عمليه نقل وعمليه نسخ للبيانات، وبعدين يفعل عمليه حفظ ويفعل عمليه اكتيفيت للمشين داخل السيرفر. اجبت. اذا كان في معانا كم 5 خطوات لي اللايف ميجريشن. Steps 0 and 1 start migration. Step 2 بينقل ما هو موجود في الميموري. رقم 3 فعل عملية suspend، توقف فترة بسيطة للفيرتشوال ماشين وينسخ البيانات اللي كانت موجودة. 4 و 5 فعل عملية حفظ وتفعيل للنيو هوست أو النيو نود، نقول نيو هوست أو نيو نود. هذه هي المراحل الـ Step 0. تمام. ستيج 2 ستيج 3 وستيج 3 والكومنت والاكتيفيشن. تمام. طبعا لاحظ ان الاولى هي اللي احنا قلنا هي ستارت. الستارت تحتوي لي 0 و 1. 0 هي بار ميجريشن، يعني اكتف في ام عند هوست اي alternative physical host my bh with select for migration block devices mirror and free resource maintain. ستيج 2 الريسيرفيشن اللي هي عملية العيش الحاج، بفعل عملية تهيئة لمن للتارجت هست، للهوست اللي يفعل على داخله ايش ميجريشن. بعدين يفعل عملية الترناتيف بري كوبي. تمام. يفعل كوبي للبيجز التي كانت ايش موجودة. وبعدين يفعل عملية ستوب اند كوبي، يوقفها. قلنا يفعلها سسبند، توقف لفترة معينة. وبعدين ايش يفعل عملية نسخ الملفات. وبعدين يفعل عملية حفظ للستيت تبع النود الجديدة. وبعدين نفعل عمليات اكتف لمن للهوست الجديد، اكتف للهوست الجديد. لاحظوا هذا اللي بيفعل لنا انشور هاي افيلابيلتي. الانشور هاي افيلابيلتي اللي هي اللايف ميجريشن. لاحظوا في معنا هنا ريسورس بول. مش معنى ريسورس بول مجموعة من السيرفرات، هذا سيرفر هذا سيرفر هذا سيرفر هذا سيرفر عليه. لاحظوا ثلاث فيرتشوال ماشين، تنتين اللي موجودة باللون الاخضر، واحدة اللي موجودة في اللون الاحمر. لاحظ هذا السيرفر لو هو انضف السيرفر هذا، ايش اللي بيحصل لو انضف هذا السيرفر؟ لاحظوا انضف هذا السيرفر. لاحظ ان الماشين ايش فيها انتقلت الى الاجهزة الاخرى. طيب distributed power management، ماذا لو رجع السيرفر هذا اشتغل؟ ايش اللي بيحصل؟ الماشين ترجع ايش الى داخل الجهاز هذا. مش عارفه ليش مش ظاهر السيرفر هذا، لكن هو موجود تحت زي هذا الرسمه، انه رجعت الماشين الى داخل السيرفر. اتمنى ان فهم هذه المحاضره، نكون قد انهينا هذا الشفتر اللي شفتر فيرتشواليزيشن. كذلك بذكركم اي سؤال او استفسار ممكن تواصل على اي وسيله تواصل اجتماعي. دمتم بخير، الله يعزكم.